رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة. نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف تتلذذ بالصلاة؟ سؤال عشت أحلى أيامي في البحث عن أسرار إجابته، وفي كل مرة أتذوق طعما هو أجمل من الطعم الذي قبله. أفتح بابا من حلاوة الصلاة فإذا الذي يليه باب آخر هو أوسع منه. العجيب أن مذاقه مختلف أيضا، فقررت أن أتناقل هذه المشاعر بين أصحابي، فإذا هم قد وجدوا مثل الذي وجدته. وبعد أن تدارست معهم كيفية التلذذ بالصلاة، تعمدت أن أراقبهم وهم يصلون. والله لقد كنت ألمح في تعابير وجوههم حياة أخرى ليست كحياتنا. كنت متأكدا وأنا أنظر إليهم أن شيئا فيهم قد تغير، لا بد أنهم أحسوا بتلك الأشياء التي أحسسنا بها. وأنا واثق أنك ستذوق كل هذه المشاعر إذا فعلت نفس الخطوات، وأنا واثق بأنك ستذوقين كل هذه المشاعر أيضا إذا فعلت نفس الخطوات. كنت أظن أن الأمر مبالغ فيه، أو أنه فقط حكايات للسابقين، ويصعب أن تتكرر في هذا الزمن. ومع الأيام اكتشفت أني فعلا مخطئ، والله لا مبالغة ولا شيء، بل يمكن لأي أحد أن يذوق هذه اللذة ولو أنه فقط عرف كلمة السر فقط لتغير الأمر. وليس الخشوع مقتصرا على الملتحين أو المتدينين أو المحجبات فقط، لا أبدا، بل كل مسلم يمكنه أن يجد هذه الحلاوة. وقد رأينا أناسا لا تتصور أن يكون منهم كل هذا الخشوع، أناس عاديون لكنهم يخشعون وكأنهم يصلون آخر صلاة في حياتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أعرف، والله أعرف، أعرف الذي تريدونه، والله أعرف أنكم تريدون أن تخشعوا في الصلاة، أن تتوقف هذه الوساوس والخطرات لكي تحسوا بلذة العبادة. تريدون أن تكون الصلاة راحة لكم من هموم اليوم ومشاكل الحياة، أعرف هذا والله. إن الخشوع في الصلاة والطمأنينة بها هو أمنية كل مسلم، وهدفي أن تتحقق لك هذه الأمنية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لقد جمعنا في هذا البرنامج خلاصة تجارب طويلة بعد ساعات كثيرة من العمل والمتابعة في دورات تدريبية بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة، وقد أجريناها في أكثر من دولة، كان يحضرها في المحاضرة الواحدة أكثر من 25,000 من المصلين. تدارسنا معهم أسرار الصلاة وكيف الخشوع فيها، ثم أجرينا استبيانا بعد الدورة، تفاجأنا فيه أن أكثر من 90% تغيرت صلاتهم. وما كنا نظن أن المسألة بهذا الحجم، إلا أن الناس فعلا في تعطش لهذا الموضوع. هدفنا الآن أبعد من مجرد عدم السرحان، نريد أن نمر على مشاعر معينة في الصلاة، ليس فقط شعور أنك حاضر القلب، لا لا، هذا أول عمق، هناك أعماق أكثر من هذه بكثير. ونحن نعلم أنكم ستعيشون بعد كل حلقة في الصلاة الأسرار الخاصة بتلك الحلقة، ومن كان كذلك فسيجد صلاته في كل يوم لها طعم أحلى من اليوم الذي قبله. أنا لا أبالغ، والله هذه الحقيقة مرت على كثيرين رأيناهم بأعيننا، لكن مع الأسف ما حسبناهم. سأريكم ماذا حدث لهم مصورا بأعينكم، تابعونا. يا الله يا الله. هذا البرنامج لا يتكلم عن الخشوع بصفة عامة وانتهى الأمر، لا لا، بل يتطرق إلى لذة كل صلاة على حدة. مثلا صلاة الفجر لها طعمها، صلاة القيام لها طعمها، كذلك الاستخارة لها حلقة خاصة. بماذا نشعر في المساجد؟ كيف نتعامل مع المساجد؟ كيف نخشع في الأذكار اللي بعد الصلاة؟ عدوك هذا المزعج هذا اللي في الصلاة كيف تبطل أسلحته؟ هذا سنشاهده في الحلقات القادمة. أزيدكم؟ بل كل جزء من أجزاء الصلاة سيكون له طريقة خاصة للخشوع فيه. فإن الخشوع ليس فقط في الصلاة،
بل حتى قبل الصلاة. نعم، تبدأ لذة الخشوع قبل ذلك. خشعت مرة في الوضوء، في المسح على الخفين، في مرة أحد خشع؟ يعني إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يخشع حتى في هذه الأشياء، والله هذا فن. هناك شيء يسميه ابن القيم الأنس بالله، أن يأنس الإنسان بربه. هل جربنا هذا من قبل؟ والله أنا لا أستبعد أن تكون الدقائق التي تمضيها في الصلاة هي أحلى لحظات يومك كله. هذه الكلمات ليست من قبيل تسويق، ليست ضربة من الخيال، هذه أشياء حقيقية واقعية شاهدتها بعيني في رجال ونساء عاشوا أعلى مراتب السعادة، ولما عرفوا هذه الأسرار أصبح صلاتهم أجمل بكثير حتى بعد فراغهم من الصلاة. إحدى الأخوات تقول: ما كنت أظن أني سأصل إلى هذه المرحلة، ما كنت أظن أني سأخشع في الصلاة، لكن بفضل الله تحقق ذلك. هذا كلامهم وليس بكلامي. إذا أردت أن تقتنع بذلك أكثر فاسمع إليهم ماذا قالوا. كن معي. يا الله يا الله. برنامج كيف تتلذذ بالصلاة من البرامج اللي يحتاج لها كل شخص، لأن تعلمه بالوقوف على المفاتيح اللي من خلالها فعلا يحس بمعنى الصلاة ولذة الصلاة. بديت أحس مثل ما قال أنه يعني بعظمة أو ضخامة الأمر اللي أنت تسويه، وهذا من يومها الصلاة صارت ممكن تطول وياي ما أحس فيها. ممكن أكون بالمسجد يطول الإمام يقرأ آية تشد تبدأ تفكر فيها، ومثل قبل وألحق على آخر ركعة عشان أنا أكمل بعدين بروحي بسرعة. ففي فرق كبير. فوجئنا الحقيقة بأن يعني بأن هذه العبادة فيها كثير، فيها كثير من القيم، وفيها كثير من العلامات، وفيها كثير من المواطن التي يعني تتطلب أن الإنسان الحقيقة يتأنى فيها. وعرفنا معنى السجود، وعرفنا معنى الركود الركوع، واستحضرنا وجود الله سبحانه وتعالى، فكان شعور يعني الأمانة لا يوصف، وأحدث تغير كبير. طبعا بالنسبة حق إنسان عادي كانت صدمة إن الواحد يقول أنا صار لي كل هذه السنين شنو قاعد أسوي. يعني حقيقة بصراحة أتحدث، يمكن أنا كنت قبل هذا البرنامج كنت دائما لما أصلي أحيانا أوصل لمرحلة أني أرجع أقول أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتها، أنا هل يعني صلاتي كنت يعني مركز فيها ولا مركز. كثير كنت أرجع مرة ثانية في صلاتي وأرجع أقرأ الفاتحة مرة ثانية لعدم تركيزي في الصلاة، لعدم أصلا تهيئتي للدخول في الصلاة. لكن أنا أقول الآن الحمد لله أصبحت الصلاة بالنسبة لي فيها تهيئة أكثر، فيها تركيز أكثر. لا والله وايد برنامج زي الحمد لله استفدنا وايد. هو نحن ما نعرف لا قرينا ولا شيء، لكن الحمد لله من يعني هو يو سمعنا محاضرة ماله وايد الحمد لله يعني تأثرنا وايد الحمد لله استفدنا وايد الحمد لله رب العالمين. ونخبر ربعنا ونخبر أول ما نعرف نصلي يعني زين ولا شيء، والقبول عند الله. لك الحمد لله من سمعنا البرنامج الحمد لله. اكتشفت أنه بعيد بناء الأركان الإسلام الخمسة، بأسمعها من جديد كيف أنه الصلاة أصبحت ما هي مجرد والله حركات وأداء وقراءة قرآن داخل الصلوات، لا انتقلت لبعد آخر، البعد العالي جدا في الصلاة، وهو أني أتصل بالله عز وجل بقلبي وبروحي أكثر من أني أتصل بالحركات. صعب جدا أوصف لكم كمية التغير اللي حصلت فورا بمجرد انتهاء الحلقات أو من أثناء الحلقات. طبعا لأني أنا استمعت الحلقات على مدى يومين، فبدأت بلاحظ أن صلاتي بتتغير تماما، يعني وكأني أصلي أول مرة في حياتي. بعد سماعي للحلقات واستخدام المنهجية اللي موجودة في البرنامج، يعني يصعب على أي إنسان أن يتخيل السعادة اللي ممكن يحصل عليها في كل مرة بالله بيرزقه في الصلاة هذه عملية الاتصال بالله عز وجل. لحظات لا تقدر بثمن.
أن يحصل الإنسان على ركعة خاشعة لله عز وجل باتصال حقيقي كامل بالله عز وجل يعدل الدنيا وما فيها. يا الله يا الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، كنت أستطيع أن أحضر كلاما منمقا ودسما لغويا وأن أصنع إثارة تشويقية في أول حلقة لي بالبرنامج، لكني تركت ذلك وفضلت أن أتكلم عما في قلبي لكي يصل الكلام إلى داخل قلوبكم. قلوبكم هذه هي محط أنظاري طوال 30 حلقة. قلوبكم هذه بين يدي كل يوم. لا أريد من هذه القلوب إلا شيئا واحدا، أن تكون هذه قلوب راضية مرضية، قد قرت وسكنت بخالقها وسيدها، عاشت حياة بالدنيا هي جنة مثل جنة الآخرة. يقول شيخ الإسلام تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أنتم والله لا تعلمون مقدار سعادتي وأنا أقف بين أيديكم، والله ليس لدي هم إلا أن تسعدوا في صلاتكم وأن تفرحوا بها. إخواني أخواتي، لعلي أنا الآن لا أراكم إلا أني أشعر بصلة قوية بيننا، وكأني الآن أجلس بينكم. السبب الوحيد الذي يجعلك إلى الآن تشاهدنا هو الله. نعم، ما اجتمعنا أنا وأنت أخي الكريم وأختي الكريمة، ما اجتمعنا إلا لكي يرضى الله عنا. وأنا أطمح ألا نختم أي حلقة من هذه الحلقات إلا وقد أحبنا الله أكثر أكثر مما كان يحبنا. يقول بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إليه. أنا وأنتم اجتمعنا من غير ميعاد ولا سابق معرفة، ولا أخفيكم أني متفائل بأننا سنلتقي أنا وأنتم في القيامة على فرح وسعادة ومحبة، ربما تحت العرش، ربما عند الحوض، ربما في الفردوس الأعلى، ما أدري، لكن بإذن الله سنلتقي وسنتحدث عن أيام الدنيا، كيف تغير صلاتنا وكيف طبقنا أسرار الصلاة. أنا متفائل بذلك، أرجو رحمة الله الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله يا ربي هذا هو ظننا فيك، نظن يا ربي أنك ستسعدنا في الدنيا بتقواك وستجعلنا في الصلاة نخشاك كأننا نراك، ثم في القيامة نلقاك فتقول لنا: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أدخلوها بسلام آمين. إخواني أخواتي، من كان يود أن يسمع هذه الكلمات من ربه: ادخلوها بسلام آمنين، فليعمل لها لكي تتحقق له يوم القيامة. نحن الآن في الدنيا، فما رأيكم أن نعمل مع بعضنا البعض لكي نحصل على شيء غال ليس موجودا عند أغلب الناس: لذة الصلاة، وظني بالله أنه سيعطينا إياها. لكن اسمحوا لنا أن نبدأ، فلنبدأ. طيب، هناك طريقة للخشوع في الصلاة هي عبارة عن سر من أسرار الصلاة، ما جربتها مع أحد إلا وخشع في صلاته. إلى اليوم ما رأيت أحدا لم تتغير صلاته بعد أن طبقها، لا رجلا ولا امرأة، بل إذا نسي تطبيقها فإنه يرجع إلى السرحة مرة أخرى. إنه سر الخشوع، الطريقة هذه هي سر الخشوع. فما هو سر الخشوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله، رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح وأسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيت يا قرب من الحبل الوريد.